السلام عليكم. الرئيس الشيشاني بين قوته المشاركة بالحرب قرب كييف. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت وسائل إعلام شيشانية مقطع فيديو للرئيس الشيشاني رمضان قادروف يتوسط جنوده الذين يشاركون في الهجوم الروسي على أوكرانيا. وظهر قادروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا، حيث تتمركز قواته قرب العاصمة الأوكرانية جنبا إلى جنب مع القوات الروسية. وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الحديث المتبادل بين قادروف والقادة العسكريين يظهر أنه يتواجد على بعد 7 كيلومترات من العاصمة الأوكرانية كييف. وكان قادروف قد أعلن في وقت سابق أن 10,000 متطوع شيشاني في أوكرانيا يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر في ساحة المعركة. وفي 24 شباط فبراير الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلس الناتو واتخاذ موقف حيادي تام. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.